بطولة تقام بين المنتخبات الأفريقية ينظمها الاتحاد الأفريقي. طبعا هي مصنفة في المركز الثالث من حيث القوة وشدة المنافسة. طبعا في المركز الأول موجود كأس العالم، في المركز الثاني كأس الأمم الأوروبية، وفي المركز الثالث بطولة كأس الأمم الأفريقية. نظرا لشدة منافساتها وقوة المنتخبات اللي بتضم نخبة من اللاعبين الأفارقة المحترفين في أفضل الدوريات الأوروبية في العالم. طبعا بطولة أفريقيا أقيمت أول نسخة منها سنة 1957 وكانت في السودان، وكان الدكتور السوداني عبد الحليم محمد هو صاحب فكرة أول بطولة إفريقية تقام في السودان. وأقيمت أول مباراة في يوم 10 فبراير سنة 1957 باستاد الخرطوم بين المنتخب المصري والمنتخب السوداني. وقتها فاز المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف، سجل هدفين منتخبنا وقتها كابتن رأفت عطية والكابتن محمد دياب العطار. وتمت في عام 1957 و1959 إقامة البطولة وضمت وقتها ثلاث منتخبات فقط، ولكن بدأ المنتخبات في زيادة. بداية من نسخة 1962 ارتفع العدد إلى أربع منتخبات، وفي عام 1963 ارتفع العدد إلى ست منتخبات، ليصل في النسخة السادسة اللي أقيمت في أثيوبيا سنة 1968 العدد إلى ثمان منتخبات، ودي كانت أول نسخة يقام ويلعب فيها دور المجموعات. طبعا بدأ العدد في تزايد مستمر، ففي عام 1992 تم زيادة المنتخبات إلى 12 منتخب، حتى وصل العدد في 1998 إلى 16 منتخب. ظل هذا الشكل اللي هو 16 منتخب معمول به من سنة 1998 حتى سنة 2017 البطولة اللي أقيمت في الجابون، على ما أعتقد أقيمت في الجابون وغينيا أو غينيا بيساو. وفي يوم 20/7 أو 20 يوليو سنة 2017 وبالتحديد في مدينة الرباط اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي وقرر زيادة عدد المنتخبات إلى 24 منتخب. وأيضا اتخذوا قرار مهم وهو إقامة البطولة في الصيف، وده كان في سنة 2019 البطولة اللي أقيمت عندنا في مصر من سنتين أو من ثلاث سنين تقريبا. طيب بطولة أفريقيا في أول المواسم من سنة 1957 طبعا كان يشوبها حالة من التخبط والعشوائية الشديدة، فتارة كانت البطولة تقام كل سنة، وتارة يعني كانت تقام كل سنتين، وتارة أخرى كانت تقام كل ثلاث سنوات. ولكن بدأ الانتظام والتنظيم في شكل البطولة من نسخة 1968 اللي كانت في أثيوبيا واللي كانت النسخة السادسة من البطولة. فبدأت البطولة منذ ذلك التوقيت تقام كل سنتين، وكان ده هو المعمول به حتى الآن. طيب شكل بطولة كأس الأمم الأفريقية كان عامل إزاي؟ أولا شكل بطولة أمم أفريقيا طبعا كان على ثلاث مراحل أو على ثلاث أشكال. الشكل الأول كان عبارة عن كأس من الفضة الخالصة، كأس من الفضة الخالصة، وهذا يشبه في شكله كأس الرابطة أو كأس رابطة المحترفين الإنجليزي. لما تتفرج مثلا كده على نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزي فتلاقي التتويج، فتلاقي كأس من الفضة الخالصة. فكان كأس أمم أفريقيا في النسخة الأولى كان ده تصميمه كان من الفضة الخالصة، يشبه تقريبا في شكله كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. وظل العمل بهذا الكأس حتى يعني عام 1978 لما احتفظ المنتخب الغاني بنسخة من هذه البطولة بعدما فاز بها للمرة الثالثة في عام 1978. لكن الاتحاد الأفريقي اتخذ قرار بتغيير تصميم كأس البطولة وسماه بكأس الوحدة الأفريقية، وكان هذا الكأس يأخذ شكلا اسطوانيا مرسوم عليه خارطة البطولة أو خارطة القارة الأفريقية إضافة إلى الحلقات الأولمبية. ده كان في عام 1978، وكان المنتخب النيجيري هو أول منتخب يحمل لقب هذه الكأس أو هذا الكأس الجديد في عام 1980. وتم فوز المنتخب المصري بهذه
النسخة وبهذا التصميم، ورفع المنتخب المصري هذا التصميم وهذه البطولة في مرتين في مناسبتين، في عام 1986 وفي عام 1998. لكن في يوم 25 سبتمبر سنة 2001 وبالتحديد في إيطاليا، تم تصنيع نسخة جديدة لكأس البطولة لتكون من الذهب الخالص، وهي دي اللي موجودة دلوقتي. اتخذ الاتحاد الافريقي قرار بتغيير التصميم كأس البطولة ليكون من الذهب الخالص، وكان المنتخب الكاميروني هو اول منتخب يحمل هذه النسخة الذهبية من الكأس بعدما توج بالبطولة سنة 2002. وبعد كده المنتخب المصري قدر ان هو في سابقة لم تحدث يفوز بالكأس الذهبية، خلي بالك عشان ما حدش بس ايه يتلخبط، احنا بنتكلم على الكاس الذهبيه. قدر المنتخب المصري كاول منتخب يفوز بالنسخه الذهبيه ثلاث مرات متتاليه في 2006 و2008 و2010. زمان كان المنتخبات لما تفوز بالبطوله ثلاث مرات يحتفظوا بكاس البطوله، تحديدا ثلاث مرات متتاليه، فكانوا يحتفظوا بكاس البطوله. ولكن المنتخب المصري لما حقق الريكورد ده ما قدرش ان هو يحتفظ بالبطوله، وقرر الاتحاد الافريقي ان هو يقدم لنا نسخه مماثله او مقلده تماما للاحتفاظ بها، بعد ما قدر المنتخب المصري ان هو يفوز بالبطوله او يفوز باللقب ثلاث مرات متتاليه في 2006 زي ما قلت، وفي 2008 وفي 2010. المنتخب المصري هو اكثر، او مصر تحديدا هي اكثر بلد استضافت بطولة أمم أفريقيا، استضافتها خمس مرات في أعوام 1959 1974 1986 وفي 2006 وفي 2019 آخر نسخة أقيمت من البطولة. الحقيقة احنا لسه عندنا كلام كتير ومعلومات كتير وحقائق كتير حوالين بطولة أفريقيا يعني لا يعلمها كثير من الناس، ولكن إن شاء الله لنا تقارير أخرى سنلتقي فيها إن شاء الله خلال هذه الأيام قبل انطلاق العرس الأفريقي يوم الأحد القادم إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.